تهدف هذه الورشة التدريبية الخاصة بتأسيس اللجنة الولائية لمتابعة ولاية حجر الأمس لعرض حالة التقدم الولائي لمشروع تحسين العيش في غرب البلاد. وبحسب المستشار الفني الأساسي أدلياني كارتير، إن عرض حالة أنشطة المشروع في ولاية حجر الأمس يشمل تنصيب لجنتي الولاية والمحافظة، وأن المشروع يعمل من أجل تحسين ظروف التعايش السلمي في 11 محلية مختارة من ولايات حجر الأمس، بحر الغزال وكانم. وللمشروع أربعة مراحل، وهي بناء قدرات الهياكل الإدارية والبلدية لوضع تخطيط تشاركي من أجل التنمية المحلية وتحسين تشاركي يكون له أعد للشباب في سن 16 إلى 35 وتهيئة ظروف اقتصادية مناسبة لهم. أما حاكم ولاية حجر الأمس الدكتورة حواء عثمان جامع، قالت إن هذا المشروع سيساهم كثيرا في تقدم وازدهار الدولة التشادية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية فيتر. وبعد تقديم حالة أنشطة المشروع تم تشكيل لجنة على مستوى الولاية والمحافظة من أجل مراقبة الأنشطة.